السلام عليكم الزينات، مرحبا بكم من جديد معايا. ان شاء الله يا ربي كاع تكونوا بخير وتكونوا غايه وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه رائعه يبغوها الصغار والكبار. هي دجاج محمر ولكن حمرته في اكياس الفرن في الاكياس الحراريه. وصفه ناجحه، يجي بنين، يجي طايب، يجي هشيش، يتحمر كيما نتاع برا تماما، ما كاش اختلاف وذوقه رائع. وتنجمو تقولوا خير من صعب برا، على الاقل تنقيه وحدك تاكليه وانتيا متهنيه. انا توجور شعاري في هادو صوالح نقولهم نخدم صوالحي في داري وغذاء اولادي ترعاه يدايا الامينه. سي بوغ سا نبغي نخدم كل شيء في داري. قلت لكم هذه الوصفه هايله، قدمتها مع اصابع بطاطا محمره، ثاني حمرتهم في اكياس الشواء، يجو بنان بزاف، يجو طريين، يذوبوا في الفم. ما عندي ما نقولكم البنات، وصفه رائعه، نتمنى تجربوها وتردوا لي خبر. وانا هذه الوصفه مش شرط ندير دجاجه كومبلي، دي فوا ندير غير لي كويس، دي فوا ندير صدر اللي تكون عندي. مثلا كي يكون راح ندير البيوري ولا نجي نحمر الدجاج، ندير اي مخصو يكون عندي ونحمرها بهذه الطريقه. انا عطيتكم الفكره وانتم تستعملوها في عده وصفات، يعني راح تنجح لكم. اذا ما نطولش عليكم حباباتي، نفوتوا مباشره للمقادير وطريقه التحضير. اذا البنات، بالنسبه للمقادير نحتاج دجاجه كامله، الوزن ما يهمش على حسب عائلتك. نحتاج كميه من الطماطم وكميه من البصل، حوالي حبه متوسطه حبه متوسطه، قطعتهم هكا دي غونديل. نصف ليمونه، نحتاج العصير تاع نصف ليمونه، وريقه تاع الرند والحار هكذا. نحتاج ملعقه تاع اكل موطارد، حبه بصل مرابيه رقيقه رقيقه، نرابوها في الجهه الرقيقه خلاص باش تطلق لنا هذاك الماء تاعها. نحتاج كميه تاع الزيت وكميه تاع المارغرين والتوابل للتتبيله، التوابل هما اهم شيء في التتبيله. اذا ماذا نحتاج للتوابل؟ اول حاجه عندي ملعقه اكل تاع فلفله حمراء بابريكا، وملعقه اكل تاع فلفله حمراء حاره بابريكا حاره. نحتاج كيغي ملعقه، ملعقه تاع ثوم غبره، ملعقه تاع زعتر، فلفل اسود، سكنجبير والكركب، كميه تاع الزعتره ورق، وكميه تاع الملح. اذا نمر مباشره لطريقه التحضير. نجيب كميه تاع الزيت، انا هنا استعملت 3 ملاعق تاع زيت بهذه الملعقه. زيت راكو تشوفوا فيه نوعا ما راهش صافي، خاطر هذا استعملته من قبل في قلي البطاطا، راني نستعمل فيه ما نرميهش. درت 3 ملاعق، نزيد حوالي ملعقتين اكل مملوءتين مليح تاع مارغارين. فوالا، انا ما نبغيش ندير غير الزيت، نبغي ندير المارغارين لانه يعطي للدجاجه لون ويعطيها كذلك ذوق. هكذا حوالي 2 مغارف تاع ماكله معمرين مليح، وندير ملعقه اكل مملوءه جيدا تاع الموطارد. فوالا، حوالي ملعقه اكل، فوالا هكذا. نزيد البصله اللي مرابيتها كيما قلت لكم جيجا خلاص، هكذا باش تلقى لنا هذاك الماء تاعها. والبصله تساعدنا باش الدجاجه تاعنا طيب مليح. ونرمي كل التوابل اللي ذكرناهم مع الملح هكذا، نخلطهم مليح، نبدا نخلط فيهم. فوالا، اذا جاوني ناشفين نزيد الزيت، نخلط مليح التتبيله تاعي. نحاول نضغط على قطع المارغرين باش يطراونا شويه، مش شرط يذوبوا، المهم يطراو ومن بعد حيذوبوا في الطياب. نزيد ملعقه تاع زيت، جاتني لا ماريناد ناشفه، نخلطها مليح هكذا. ونزيد عليها عصير تاع نصف ليمونه، فوالا. نزيد العصير تاع نص حبه تاع ليم، نحصرها فوالا هكذا. ونزيد ملعقه تاع خل، هنا الخل البنات نسيت ما ذكرته لكمش في المقادير، سمحوا لي. زيدوا ملعقه تاع خل ونخلط مليح التتبيله. هذه هي التتبيله اللي نتبلو بها الدجاج تاعنا، تجي بنينه بزاف. نجيب الدجاجه تاعي اللي تكون قطرت، انا خليتها ليله كامله، نقيتها وخليتها ليله كامله وهي تقطر في الثلاجه هكذا باش ما يبقاش فيها الماء. لو كان يبقى فيها الماء راح يتخلط لنا مع هذيك التتبيله وتتميه لنا، ما يجيش الدجاج تاعنا بنين. اذا ندخل التتبيله مليح في كل الدجاجه من الداخل ومن برا، تحت الجلد، تحت الجوانح، في جهه الرقبه. انت لازم تتبلي الدجاجه تاعك بيان هكذا باش تجي بنينه كما راكم تشوفوا. في كل الجوايح ندير فيها التتبيله. الان بعد ما تبت الدجاجه تاعي مليح، نجيب بابي فيل ونغطيها مليح
هكذا وندخلها للثلاجة مدة لا تقل عن ساعتين، لازم من ساعتين حتى ربع سوايع هكذا باش تجينا بنينة، ما خلوهاش أقل من ساعتين. أنا وجدتها صباح وحتى العشية طيبتها، في هذيك الفترة اللي تكون تتبل فيها كيجي نخلوها هكا ساعة ولا ساعة ونص، ومن بعد نجو نقلبوها للجهة هذه، نقلبوها من الجهة الأخرى، لأنه التتبيلة راح تتركز لنا في أسفل الصحن. اذا بعد مرور ربع سوايع كما تشوفوا راني قلبت الدجاجه في الفتره اللي كانت تتشرب راني قلبتها. اذا نجيب المول اللي راح نطيب فيه ونجيب اكياس الشواء، هذه هي، هذا هي اكياس الشواء تاع الدجاج، يعني اللي ما شافوهاش يجي معاها هذو السلوكه هذو باش نحزموا الكيس الحراري. هذه هي الغلاف تاعها، اكياس للشواء بالفرن، يجي فيها طريقه الاستعمال وكيفاش تستعملوها وكاع كل شيء تلقاوه مكتوب فيها. فوالا، اذا نحل الساشي تاعي، فوالا نحاول نقلبها النصف تاعها فقط هكذا باش ما تبقى لي الساشي تاعي نظيفه ما تتوسخليش من الفوق هكذا. نحاول نقلب النصف تاعها تاع الساشيه ونجيب الدجاجه وندخلها برفق. فوالا نجيب الدجاجه فوالا نرفدها، هنا راهي متبله مليح يعني خليتها شربت بيان. نرفد الدجاجه وندخلها في كيس الشواء هكذا هكذا، كما قلت لكم نقلب الساشي باش ما تتوسخليش تبقى لي الساشي نظيفه هكذا. راني دخلت الدجاجه في الكيس، نجيب هذيك الورقه تاع الرمد، هي وقطع البصل والطماطم، نديرهم في وسط الدجاجه ولا من الفوق وين ما تسيبوا الفراغ يعني ديروه ما يهمش هكذا باش تجينا لاصوص تاع الدجاجه تجي بنينه اللي راح تطلقها الدجاجه، او ميم طون الدجاجه ايضا تعطوها نوع من الذوق يعني ذوق شباب. فوالا، من بعد نستعملوا الخضر هذه للتزيين في طبق التقديم. فوالا، ندخل كامل الخضر ونغلق الكيس مليح بهذاك السلك اللي يجي مع الساشيه، هي راح يجي نتوما تشوفوه ورق ولكن فيه من الداخل سلك هكذا باش يتنغلقنا مليح، ما نغلقوش على الدجاجه ديريكت، ما نزيروش على الساشيه باش ما تطرطقناش، نخلوها هكا، خلو لها شويه تاع الهواء، نجيو من الفوق ونغلقو مليح، ندور مليح الساشيه ومن بعد نغلقها بهذاك السلك ونزير. فوالا، نزير مليح، نتاكد بلي زيرت مليح هكذا، هذه هي، ونعدل الدجاجه تاعي مليح، نحركها هكا باش تتخلط التتبيله اللي فيها. انا ما رانيش رايحه نتقب، هي نورمالمون نديرو فيها تقب بالابره، انا مانيش رايحه نتقبها، حنخليها هكا باش تطلق لي نوع من تطلق لي المرق تاعها، سي بور سا نخليها كيما هاك. وندخلها للفرن درجه حراره متوسطه، نديرها في الرف في الرف الاول ولا الثاني، ما نديروهاش في الوسطاني باش ما تنحرقناش من الفوق، ونقصلها ونخليها حتى تحمر لنا مليح من الفوق حوالي من نصف ساعه حتى 35 دقيقه، ونخرجوها باش نحو المرق ونقلبوها للجهه الثانيه، نشعلوا لها من تحت ومن الفوق على درجه حراره متوسطه وندخلوها للفرن. اذا هنا نجيب كميه البطاطا، انا استعملت حوالي 3 حبات متوسطه الحجم، نقطعها الى اصابع ما تكونش رقيقه، كل حبه تاع البطاطا قسمتها على 4 اصابع تكون شويه ملحمه يعني باش ما تتفتتناش في اكياس الشواء. ونجيب هذيك التتبيله اللي بقات لي على الدجاجه ونخلط فيها اصابع، هذوك الاصابع تاع البطاطا نخلطهم مليح، نحاول نلم كل التتبيله اللي لاصقه في الصحن هكذا باش ما نعاودش ندير تتبيله اخرى. فوالا، نزيد عليها ملعقه تاع الزيت. فوالا، ونخلطها مليح، نخلطها مليح، نزيد كميه تاع الملح حوالي نصف ملعقه صغيره ما نكثرش فوالا لانه التتبيله ديجا فيها الملح. ونزيد كميه تاع الزعتر نحكها ليها، نقيها مزيان من العيدان الزعتر ونحكها هكا فقط ونخليها. فوالا، ونخلط مليح اصابع البطاطا ونزيد ندخلهم في اكياس الشواء هكذا، نزيد عليهم الحار، نسيت الحار نديروه مع البطاطا ما نديروش مع الدجاجه، واللي ما يبغيش الذوق الحار بزاف ما يديروش، لانه درنا البابريكا الحاره وهي ديجا راهي حاره بزاف، ولا ديروه وما تتقبوش كما انا هنا راني تقبته بصح البطاطا تاعي جات حاره بزاف. فوالا، نجيب البطاطا وندخلها تاني بنفس الطريقة في أكياس الشواء هكذا،
كما قلت لكم تنجموا تستغناو على الحار لما تبغوش ذوق الحار بزاف، لانه درنا البابريكا الحاره ونغلق عليها مليح بنفس الطريقه. نخلي لها الهواء، نجي لفوق ونغلق هكذا. هنا البطاطا راح نتقبها باش ما ديرليش المرق، ما راحش نحتاج المرق في البطاطا، راح نحتاجها مشويه، راح نحتاجها ناشفه. لهذا راح نجي هنايا في الجوانب ونقصهم بالمقص باش يخرجوا لي كامل لافابور. فوالا هكذا. هنا ديجا راني دخلت الدجاجه تاعي للفرن وجيت خدمت البطاطا، لانه البطاطا ما تحتاجش وقت كبير كيما الدجاجه. كما كنت تشوفوا راني قصيت لها فقط من في جزء صغير في الجوانب تاع الساشي هكذا، ونخلي هذوك الجوانب اللي قصيتهم خارجين باش يخرجوا لي لافابور. فوالا، وندخل المول تاع البطاطا الى جانب الدجاجه كما كنت تشوفوا. فوالا هذه هي. اذا هنا بعد ما تحمرت لي مليح الدجاجه تاعي من الفوق وطلقت لي كامل المرق، انا ديجا خرجتها وصبيت شويه من المرق ونمقص هكذا جزء صغير من الجنب كما مقص تاع البطاطا، ونرفد المول به بالدجاجه ونبدا نفرغ فيها ديك المرق في كاسرونه. فوالا، انا ديجا مقصت شويه جزء صغير. فوالا كيف راكم تشوفوا دارت لي كميه كبيره تاع المرق. فوالا، نرفدها بهذه الطريقه ونفرغ كل المرق اللي تحصلنا عليه. هنا يعني مرت عليها حوالي 35 دقيقه وهي طيب، حمرت لنا مليح. هكذا كي تطلق المرق ما راحش تطيب لنا من التحت، طيب ولكن تبقى بيضه ما تحمرش. هذا المرق راح نشربوا به من بعد الدجاجه، واللي يبقى لكم تقدروا طيبوا به اي حاجه مرق اخر. مثلا انا نطيب به، نعطيكم فكره، انا نطيب به الحريره لانه التوابل كل التوابل تاع الحريره موجوده في هذيك التتبيله. سي بوغ سا نغتنم الفرصه ونطيب حريره بلا لحم ونسقيها بهذاك المرق تاع الدجاج اللي يبقى لي على تشرب الدجاجه. هنا نقلبها، شوفوا كي بقات لنا بيضه، وندخلها للفرن. نطفي عليها من تحت لانه راهي طايبه من الصدر، نطفي من تحت ونخلي فقط الفوقاني، ونطلعها في الرف الاوسط ونخليها تحمر لنا مليح. اذا بعد ما دخلت الدجاجه خرجت البطاطا، راهي طابت لي ما داتليش بزاف وقت، حوالي 30 دقيقه تكون طايبه كما كنت تشوفوا، ما دارتليش المرق كي تقبتها. فوالا، نحل عليها ما نمسهاش لانه راهي حاميه بزاف. نخلي هذيك لافابور كامل تخرج ونخلي البطاطا تبرد ومن بعد نقدمها. هنا راني خرجت الدجاجه، شوفوا كيفاش حمرت الجهه اللي كانت بيضه، راني حمار حمرتها يعني. وهذه هي الوصفه تاع اليوم، راني قدمتها لكم. شوفوا البطاطا يعني الذوب، قدموها كما تحبوا يعني، التقديم يبقى من اختياركم، التزيين يبقى من اختياركم. انا عطيتكم الوصفه وانتم راكم احرار يعني. شوفوا البطاطا كيفاش طريه يعني الذوب في الفرن، صدقوني روعه، واحد البنه رائعه. شوفوا الدجاجه ايضا طريه تهبل، زعما طابت مليح هكذا وناجحه وبنينه، واحد الريحه زاكيه بزاف في الكوزينه، عطات ريحه ما روعه البنات ما نحكي لكمش. هذه هي شكل الدجاجه مع اصابع البطاطا اللي حمرناهم في اكياس الفرن، قدمتها بهذه الطريقه البسيطه، وانتم راكم احرار في التزيين. اذا البنات اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والاعجاب بالفيديو، وخلوا لي كل ملاحظاتكم وتعليقاتكم في التعليقات، راح ناخذها بعين الاعتبار. والى اللقاء حبيباتي في فيديو قادم باذن الله. سلام.